الو استاذ امال، انا اسف اني داق عليك الله يسلمك بالوقت هذا، لكن انا معك ابو البنت شهد اللي فتره اذتك بالتلفون وبالمسجات وسببت لك ازعاج، وانا اسف اعتذر عن تصرفاتها، لكن انت تدرين انا ابو، ودورت بنتي بالبيت بغرفتها ما حصلتها، طلعت ادورها بالشوارع هم ما لقيتها، قلت يمكن استاذه يكون عندك خبر، في كلمتك قالت لك اي شيء؟ معك حق، شهد كانت عندي. شهد كانت عندك؟ اسمعني استاذ، انا ادري ان كان في بيننا وايد مشاكل وتعهد، ولكن كل هذا صار قبل ما انا اقعد مع شهد واسمعها. انا ودي اساعد شهد، اعطيتها الاذن انها تدق علي متى ما تبي ومتى ما حست انها تحتاج تكلمني، وحتى قلت لها انها تزورني اللوكيشن علشان تشوف ناس، تتعرف على ناس وتشوف ان انا بشر، احنا كلنا بشر مثلنا مثلها، وتتاقلم ان يكونون حواليها في ناس، لان احس ان هذا راح يساعدها بالوضع اللي هي فيه. فانا ما ابي ان احنا نضغط عليها، لان باكر شهد راح تكبر وراح تتزوج وتجيب عيال، هي بنفسها راح تنشغل وراح تنسى منو امال جميل ومليون امال جميل بعد. يعني انا حابه اساعد شهد لا اكثر ولا اقل. الحقيقه يعني انا ماني عارف شو اقول لك، لكن انا اب ومقدر كلامك هذا، يعني لان هذا كله في مصلحه بنتي صراحه. كلامك هذا يدل على أنه مو بس قلبك كبير، لحتى عقلك بعد، صلى الله يبارك فيك إن شاء الله. وإذا ممكن ترد لها تلفونها، لأنه واضح أن شهد تحتاج ناس حوالينها عشان تطلع من هالوحدة اللي هي فيها. إن شاء الله، على أمرك إن شاء الله، أبرد لأغراضها كلها. ومرة ثانية ما أقدر أقولك غير مشكورة، بيض الله وجهك. مع السلامة. مع السلامة.